وحدات سكنية جديدة تعلن عنها الحكومة كل حين وحين للشباب ومحدود الدخل بأسعار مخفضة وبدعم من الدولة في إطار مشروعات التمويل العقاري التي تنفذها وزارة الإسكان. ولكن هل يعلم محدود الدخل والشاب البسيط عنها شيئا؟ طبعا الحكومة بتعمل صندوق دعم وشقق في مناطق كثيرة جدا موجودة، على سبيل المثال في اكتوبر وفي العبور وفي مناطق وفي بني سويف، في مناطق كثيرة جدا فيها الكلام ده كله. وانا لسه جاي دلوقتي من البنك دلوقتي من التمويل دلوقتي، وقالوا لي كل الشروط ومدياني ورقة بكل الشروط. ما نزلش حتى في التلفزيون ولا في الجرايد حتى. ما فيش اي اخبار جت او اي أو ما تزعش الحاجات دي. ما اعرفش ان في شقق النهارده بتتوزع او ما عنديش علم بيه. كلام بيتقال، لكن انا ما شفتش حد كده اعرفه ولا بتاع خد حاجه على ارض الواقع. ما اعرفش والله، ما عنديش علم والله باي حاجه. لا خالص، ولا عمري سمعت قبل كده ان الحكومه بتوزع حاجه. انا ما اعرفش ان في اساسا حاجه بتوزعها الحكومه. بعض من المواطنين يسمعون عن طرح شقق ووحدات سكنية في المدن الجديدة، والبعض الآخر لا يعلم كيف يمكنه الحصول على هذه الشقة التي باتت حلما بعيد المنال. يعني يقولوا لي هم فين وانا اروح اقدم، يعني هل ده كلام في الهوى ولا كلام واقع؟ يعني الكلام على الواقع، يعلنوا المكان ده فين وايه هي الاجراءات اللي الواحد يتبعها عشان يشوف الحاجات دي فين. يعني ما قوليش كلام كده واجي اروح يقول لي ما فيش. اسمع بس ما بشوفش، يعني ما سمعتش حد قبل كده خد شقه، اسمع بس كلام بس، لكن تنفيذ ما فيش حاجه بتتنفذ. لا ما عنديش علم، وده بيدل الموضوع بيشوبوا حاجات، يعني لانهم مش عاملين اعلان عن الموضوع ده بطريقه جديه للناس كلها تعرفه، فده يبين ان الموضوع ممكن ما يكونش حقيقي اصلا. في مشاريع سكنيه لمساعده الشباب، يعني مساكن اقتصاديه، يعني توصل في حدود ما اللي هي 82 متر تقريبا في مختلف المحافظات. يعني علمت بيه عن الاعلام، لكن بصراحه كتنفيذ انا ما اعرفش، لان انا متجوز وقاعد في ايجار، فالمفروض ان انا لو في اي حاجه زي كده ببقى متابع عشان برضو اقدم او حاجه زي كده. مع غلاء اسعار العقارات والتمليك، اصبح الشاب المقبل على الزواج ليس امامه سوى الشقه الايجار التي تاخذ من قوت يومه ورزقه الكثير. والعديد من الأسر تبدأ حياتها بالسكن الإيجار، الأمر الذي يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة في المستقبل.